بعض. لكن بالرغم من الظروف الصعبة والهجوم المستمر، أول شيء بشكر كل الحضور اللي لبوا اليوم دعوتنا لندوة. لقينا أنه في افتقار لمنصة إعلامية تجمع كل الشمال إعلامية شمال السوري، فمشان هيك لقينا أنه في حاجة لترتيب هيك ندوة بحيث تكون دورية تجمع وتوصل لأكبر شريحة ممكن من الإعلاميين، سواء من نشطاء الفيسبوك، طب مواقع التواصل الاجتماعي أو الصوتي أو FM راديو أو التلفزيونات أو الوكالات الإخبارية الورقية بغض النظر. الإعلام هو اليوم له الدور الأهم، هو مو فقط السلطة الرابعة، هو السلطة العليا، لأنه قد ما كان في مقاومة وقد ما كان في عمل جماهيري قد ما كان في عمل تنظيمي، بالنتيجة نحن محتاجين لإعلام ينقل هذا الحدث بالطريقة الصح ويوصل لأكبر شريحة ممكنة. فبالتالي اليوم أي شغل نحن بنقوم فيه إذا ما كان في إعلام ناجح وهادف لطريقة توصيل المعلومة بيكون شغلنا كله تقريبا يعني معاق أو مشلول وبحاجة إلى 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 تجديد العمل. وجه دائما الانتقاد، نحن من خلال هالندوة رح نحاول قدر الإمكان أنه نوصل وجهات النظر لشغلة كتير مهمة. قد ما كان انتمائك لمؤسسة أو حكومة أو إدارة أو أي شيء، بالنتيجة أنت إعلامي، مطلوب منك أنك تدافع عن الإعلامي أينما كان، يعني تكون عندك انتماء. أما الانتقادات فهو ما في أي عمل ما بتعرض للانتقاد، وما في أي عمل برضي الجميع، منا مضطرين هون اليوم نرضي الجميع لأنه نحن عنا شرائح مختلفة بالمجتمع، فبالتالي لازم نتقبل الآخر ونتقبل أنه في ناس بيفكروا بطريقة مختلفة عنا نحن.